تحياتي ومرحبا بكم إخواني من جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفية تفعيل ميزة الانتساب بالنسبة للقنوات اللي مفعل عندهم الربح. دونك إن شاء الله غادي نحاول نخدمها عن طريق الهاتف. طريقة سهلة وسلسة، تبعوا غير المراحل وإن شاء الله غادي تفعل لكم خلال 24 ساعة. دونك مرحبا بكم وتحياتي وشكرا جزيلا. يلا تبعوا الفيديو ومرحبا بكم. تحياتي. هنا غادي ندخلوا اليوتيوب ستوديو من جوجل كروم، من بعدها غادي ندخلوا الرمز تاع الدولار، ثم غادي نمشيو للبلاصه اللي فيها سوسكريبسيون، من بعد غادي نضغطوا على كومونسي، ثم نمشيو للبلاصه اللي فيها 3 نيفو ان شاء الله. وهنا غادي غادي نضغطوا على كل واحد على حده، وغادي ندخلوا فيه الاسم اللي بغيتو. مثلا انا دخلت فضي في النيفو 1، ودخلت ذهبي، ودخلت الماس. انتوما الاسم اللي بغيتو تختاروه، يعني اللي يعجبكم. وما تنساوش في اسفل الصفحه تضغطوا على اوكي، يعني كل نيفو ملي تكتب الاسم ديالو تضغط على اوكي. اوكي كاين لتحت في اسفل الصفحه. دونك هنا كتبنا الماس، ومن بعد غادي نضغطوا على اوكي. ثم نضغطوا على السهم المشار اليه بالاحمر، وغادي يتم اختيار من القائمه الاختيار اللي يناسبك. شوفوا انتم اللي غيناسبكم في الاختيار. دونك انا اختاريت هنايا فيديو اكسكلوزيف ريزيرفي او مومبر. من بعد في السهم الاول غادي تكتب، انا مثلا كتبت دي فيديو سوغون بوبليي اونيكمون بور لي مومبر افيك دي زيدي ديفيرون، وايضا تكتب الاختيار الثاني. من بعد غادي تجي تضغط على قبول، ومن ثم تخرج لك واحد الصفحة غدير تضغط عليها، وغيتم ارسالها الى المراجعة. وفي خلال 24 ساعة غادي تحط لكم الميزة ديال روجواندر. وتحياتي وشكرا لكم.